السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نعاودوا نولوا علي بن شيخ، مع اللي قال لهم لو كان صح محرز أفضل لعاب في بريطانيا، لو كان الأندية الكبيرة راهي تتضارب عليه. نهار اللي دا ديميساز مدى أحسن لعاب في إنجليز، بدا احسن لاعب في الانجليز، وين الناس وين ما حملوهاش كيما هذا، ما حملوهاش، كاين بزاف ما حملوهاش، كاين بزاف ما بغاوش محرز احسن لاعب في الانجليز، اول لاعب عربي وافريقي يفوز بهذا اللقب، هو الاول في الافريقي وفي العرب، ما كاش قدامه، هو اللي كذب المفتاح، دا المفتاح جابه من الاتحاد الافريقي، من الاتحاد الانجليزي، وكتب هذا مفتاح الافارقه، هيا وحل ودخل وخلى الباب محلول موراه، ما بلعهش محرز، خلى الباب موراه محلول، خاشكو بغاكو بلعه، خلى الباب محلول، وين جا موراه ذاك اللي احتفل بديك الشجره هذيك، هذا مكان وين نقولوا لك قبل نديروا لك الفيديو تاعك يا بالشيخ. هل تعلم يا بالشيخ ان محرز قاد الجزائر للفوز بكاس افريقيا في مصر في 2019، يعني وكأس الإنجليز، يعني دار كأس الإنجليز فانيك مع في 2019 مع السيتي، هذه نورمالمون ضروك يعاودوا لك، يقول لك يا سي بالشيخ اش كنت تهدر، اش كاين اش كاين، اليوم شا تقول؟ اليوم رد لنا، ما تجوش تمدوا هكا تقول لك، يقول لك لا احنا كنا باغيينه يلعب كيما هاك، طايحين على اللعابه والهال يلعبوا مليح، تقول له لا احنا كنا باغيين يلعبوا كيما هاك، كيما نهار كان طايح بالشيخ، طايح على ماندي، قلع ماندي، قلعوا ماندي 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 ماندي، نهار اللي لعبنا في مصر وجبنا كوب دافريك، جا يحلل، جا بيصنع روحو طريق وحده اخرى، قال لهم انا كنت نقول لكم اللاكس، كنت نقول لكم اللاكس كي والو، ها راه كي جا بن عمري اللاكس تسقم، لا انت ما كنتش تقول اللاكس كي والو، تجيبوا اللعاب كنت تحوس كيفاش ماندي وخر من المنتخب الوطني الجزائري، انت كنت تحوس عليها كيما هكا، هذه انت كنت تحوس عليها، هذه اللي كنت تحوس عليها انت بالشيخ، دايرين درتو بزاف عيب، عندكم بزاف، ويسمحوا لنا بعض كاين واحد الاعلاميين اللي ضروك راهم متقربين بزاف من اللاعبين ويهضروا باسم اللاعبين ويهضروا منا. ان شاء الله بربي راه معنا دي فيديو، رانا وجدناهم، رانا موجدينهم ان شاء الله، وكل واحد شو كيفاش، سورتو هذوك اللي مقصرين هذوك الصحافه اللي قصروا باللي خاطين بطوله هنايا وحنا تاع غاديك وقلبوا الفيستا، تاع لي قلبوا الفيستا، اللي عندهم فيستا تاع دو فاسيت، تاع اللي كانوا يقولوا باللي محرز وجماعته كي هودوا لافريكي يخافوا، يسقسونا احنا الصحافه يا درا اش كاين اش ما كاينش، خوافه احنا راه كاينين دي فيديو، كاين لي فيديو فاني كان تاع 2016 تاعكم 2017 2018 حتى وين كان ماجر كنتو طايحين عليهم، ما تهضروش على الخطط تاع ماجر، تهضروا على اللعابه بلي يردوا رجليهم. سمعت شو معناها؟ بالنسبة لسليماني لم تحدثنا عن سليماني، متى نرى سليماني؟ شو هنايا؟ طرح لي سؤال في ذاك الوقت على اسلام سليماني، هو راح له المحرز يعود الى الواجهة، بامكان اي ماجر او بن شيخ تدخل بخصوص سليماني؟ نختلف شويه مع مصطفى غير في ان بوان بخصوص محرز. كونتي محرز، انا نقولوا كونتي لو كان قاعد في ليستر يبان، يقعد توجور يبان، خاطرش الخدمه اللي يديرها يبان. هذه الهضره اللي هنا، شوف الناس كيفاش يضربها، هو لعبها يشكر في كونتي، بصح هو اش راه يهدر؟ باللي محرز كي راه في ليستر سيتي راه باين، كونتي كو قعد، كانتي كو قعد، كي غادي يقعد باين فانيك. محرز كو يروح لفريق واحد اخر ما يبانش، راه محرز راح لايستر سي، راح لمانشستر سيتي، دا كاع الالقاب في عامه، دا كاع الالقاب في عام، وزاد دا كوب دافريكا، كانت خاصته كوب دي موند برك،
محرز راه خاصته كوب ديمون تشامبيونز ليغ في ذاك العام، في ذاك العام دا كاع الالقاب. لو كان لعابه كيما ذاك الكلب هذاك حاشاكم هذاك تاع 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 ستيرلينغ هذاك نهار توتنهام مي لعبوا الكاردو فينال كونت توتنهام، وين كل عب مع محرز ومد البوله في لاليا من هالي لعبوا دو باس ومدهم المحرز، كان المحرز رايح يربد كاع الالقاب محليه والتشامبيونز ليغ ويربد كاس افريقيا ويدي كاس العالم تاع الانديه، كان غادي يربدهم. بصح طاح مع هذيك العصابه. المهم هو ربد، هو الحاجه المليحه دارها محرز، ربد لا كوب دا كوب دافريك مع بلاده، حي المليحه دارها بالشيخ. هذه هي نضم محرز على كل حال دارايا. شو 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 هنايا شو كيلعب، شو كيلعب هيكم يدورها على كانتي باش يروح المحرز. انا نختلف شويه مع مصطفى غير في ان بوان بخصوص محرز. كونتي محرز انا نقولوا كونتي لو كان قاعد في ليستر يبان، يقعد توجور يبان. شو 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 ما اللي يديرها يبان. نضم محرز على كل حال دارايا، نجم نكون غالط. محرز في تشيلسي ما عندوش بلاصتو، لان بيدرو يلعب دي دو بي كيما مصطفى غوش دروا وين تحطو يلعب. تشيلسي تلعب دي جو تكنيكي رابيد، محرز لازم يحبس ويدنا. ويليام تري بون تكنيسيان، ولهذا نضم هاد لي غرون زونترينور. دوكا رانا نتكلمو على صح، هاد لي غرون زونترينور كيما مورينو كيما غوارديولا كيما كونتي، هاد باش نهضرو غير على ثلاثة ما نزيدوش تاع ليفربول وكدا، هادو كي جاو ديجا مي قلتها اليوم نقولها وخلي واش عليه ولا زعفوا علينا سارتا، واللي يفهم الفوتبول ما يزعفش علينا. سمعوا شو سمع هاد ثلاثة هادو كي جابوهم هاد لي كلوب، تشيلسي كي جابو مورينو جابوه باش يدي التيتر، غوارديولا كي جابوه قال باش يلعب تيتر هكذا، والتروازيام كونتي جابوه تشيلسي باش يدي التيتر. هادو محرز كاع ربحهم في عامهم الاول، لازم يتداربوا على الميور جوار اللي خرج احسن لاعب في بريطانيا، لازم يتداربوا عليه باش يديوه، ما ينجموش يخليوه في ليستر مهما تعطي له ليستر يعطيو له كثر هاد لي تروا كلوب، ولكن واحد ما حوس عليه باسكو شافوه بلي هاد اللاعب مازال ما لحقش مستوى تاع تشيلسي. او احسن كان احسن صفقه تاريخيه في تاريخ مانشستر سيتي يا سي الشيخ، بلا ما نقصوا يا ودي تنقص يا ودي معنوية هو يسمع بك وبروح، وديك العام قال لهم انا ما نسمعش بك، قال لهم ما نعرفوش ولا باي. والماتش مع سيفي نتمنى له ان شاء الله يدير ربح 2-0 ذاك الماتش اللي كنتو تقارو له يخسر ربح. اللعب هذا كي يولي مصطفى غير يجي لاريال راح يدير كروشي، لو كان جاي يلعب دي دو بي كيما بيدرو ولا كيما كنت انت، واحد اللي يدير كروشي كوش ويضرب الضروه هو في الضروه تاعو ناقص يا ودي والله لا يلعب زوج الضروات ويدخل على الكوتي كوش. صح كي يدخل على الكوتي كوش عنده ان تري بون فرابون فلوبي يكادري هاد 99% تكادر ولا يعطيك فين بال دولترو، بصح هادشي ما سا سوفي با بور انيلي، ماشي هذا وخلاص. انيلي مديور لازم يدرب لي سوناريير يروح يعاود يدخل له ميليو يدير حوايج كيما انا نشوفو كاع لي جوار لا كان يحوس عليه نورمال يعني والله. سي فري حنا كنا نقولوا ليستر دا شامبيونا معاها وكذا، جوري مي انا يروح لونجلت يروح من ليستر صح ماشي لهادو ما ينجمش يلعب في هادو ما لو كان يحاول. كل صراحة انا مدرب يجيبوني غران كلوب كيما هادو باسم كبير ما بغاش يروح نادي كبير في ذاك الوقت في بريطانيا سي نجيبو اخي هادي الحقيقة لا قالك ما ينجمش يروح لهادو لي كلوب الكبار هادو. ودي راه دار كراعه كومشي العصابه تاع مانشستر سيتي دار كراعه ومحرز خرج الغاشي من لي ستاد محرز خرج الغاشي من لي ستاد ما عيطو كيفاش تحوسو كيفاش توسخو درتو كلش الحاصل درتو كلش. بصح كلامكم ما وصلش كلامكم شي واصل كاع ما كاش
غير نتوما برك بيناتكم قاعدين تاكلوا في بعضكم بعض بيناتكم. هذا هو الجلال هذا اللي هدر البارح. استسلم استسلم استسلم، انا نقولك استسلم ما بشي، استسلم.